مرحبا بكم في جزيرة زنزيبار. في الحلقة اليوم رانا رايحين نبداو الرحلة تاعنا في جزيرة الأحلام زنزيبار، وين راكم رايحين تعيشوا معايا كل اللحظات من إقلاعي من الجزائر إلى كيفية حصولي على الفيزا ودخولي لهذه الجزيرة. وبعدها راح تعيشوا معايا يومي الأول، وراح نكتشفوا مع بعض مدينة ستون تاون، هذه المدينة المحمية من طرف اليونسكو. على هذه كملوا الفيديو حتى التالي، وقبل ما نبداو ما تنساوش تضغطوا على زر الإعجاب وتشتركوا في القناة إلى ما كنتوش مشتركين. الخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في فيديو جديد، في فلوج جديد، في رحلة جديدة. على بالي بلي نسامح كاع في اليوتيوب، عندي بزاف ما بنت، عندي بزاف ما حطيتش فلوج، عندي وقت 6 شهور ولا 7 شهور ما بنت، بصح صايي يعني وليت هذه المرة بمغامرة شابة. رانا رايحين لبلاد جديدة إن شاء الله، رايحين جزيرة زنزيبار في تنزانيا، نشارك معاكم كاع اللحظات، نشارك معاكم كاع واش ندير، كاع الأسعار، كاع الصوالح، كاع المعلومات اللي نقدر نبارطاجيهم معاكم، باش نتوما ثاني الحاجة الأولى تقدروا تفواياجوا معايا في هذو لي فيديو، والحاجة الثانية تقدروا انتم ثاني تروحوا وتسافروا سافر يشبه للتاعي، في رحلة تشبه للتاعي. تذكرة الطيران ما كاش رحلة مباشرة لزنزيبار، تما لازم ندير إسكال في كاش بلاد، والأسعار تحالو التذاكر يبدأ من 11-12 مليون ذهب وإياب، وكاين ثلاثة شركات اللي مشهورين وتقدر تصيف فيهم أسعار كيما قلت لكم تاع 11 ولا 12 مليون، كاين سواء إير فرانس ولا تركيش إيرلاينز ولا قطر أيرلاين. هذو الشركات تقدر تشوف الأسعار تاعهم سواء في موقع سكاي سكانر ولا جوجل فلايتس، ومن بعد تروح لوكالة سفر ولا الوكالة تاعهم اللي بيرو تاعهم تشري التذكرة تاعك، تستقام لك أرخص من أنك تشريها أونلاين. خاوة دوكا رانا دايرين إسكال في الأيروبور تاع باري شارل دو غول. أيوا تلبت لنا كاع، كان عندنا إسكال تاع 29 دقيقة هكذاك، مع اللي الطيارة حبست وكملت ما راحت ديك 20 دقيقة. أيوا دوكا رانا بقينا نحوسوا على البلاصة اللي وين كاين الجيت تاعنا، حتى دوكا باش لقيناها وأنا رايحين ليها. خاوة رانا وصلنا لايروبور تاع زنزيبار، ورانا رايحين نعمرو هادو زوج ورق باش يمدونا فيزا اون ارايفل، باش يمدونا فيزا عند الوصول ولا الدخول ان شاء الله. خاوة صرات لنا دوكا حاجة، صرات لنا في 2019 في 4/5، روح نحكوا لهم روح. في 2019 كي رحنا للترك، راح النهار الاول اللي لحقنا ما لحقناش الباكاج، حتى وراها بيومين باش لحقنا. وهذه المرة الحمد لله بون، قلت لكم راح نديروا فيزا عند الوصول، الحمد لله مدوها لنا، درنا شوية لاشين، ضيعنا شوية وقت، بصح دوكا كي رحنا نريكيبيرو الباجاج ما لحقش باجاج، لحق واحد ودوزيام ما لحقش، كيما المره اللي فاتت في الترك عاودت صرات نفس اللقطه سبحان الله. ايا درنا ديكلاراسيون بون، لكش ما صرات لكم انتم، ما شاء الله ما تصرالكمش، صرا صرات لكم كاش نهار تقدر دير تعمر واحد الفورميلات تمدهولهم، ومن بعد هما يعيطوا لك، يبعثوا لك ايميل ويعيطوا لك ويجيبوا لك حتى لوتيل تاعك. ايا حنا رانا نستناو دوك لي فيديو الجايين، انا حنقول لكم كي وصلنا ان شاء الله. خاوة رانا وصلنا للدار اللي رانا كاريينها، ابارتيمون صغيره شوتي ستوديو كيما كنتو تشوفوا فيها، لي بلاصه يريحوا فيها، ابارتيمون هذيك شوتي ثلاثه ستوديو ثلاثه فيها كيما قلت لكم، هاي بلاصه يريحوا فيها. هاي وين هنا يشوف كوزينه خفيفه ظريفه فيها شويه مع انه كامل، هذا اللي مشد الباب والله وين رانا رايحين نرقدوا هنايا. هاي وين هكذا فيها كليماتيزور، فيها واي فاي، ومنها تواليت باينه. وهذا مكان، هذه هي لابارتمون تاعنا اللي حبيتو فيها في الايام الاولى تاع الرحله تاعنا في زنزيبار ان شاء الله. كما راكم تشوفوا حاجه شابه عجبتني انايا، وهذه كريتها من اير بي ان بي، استقامت لي حوالي 40 دولار لليله لينا في ثلاثه، تما استقامت انا مثلا 250 الف للواحد لليله. خاوه صباح الخير عليكم في اول يوم لينا في جزيره زنزيبار. اليوم رانا في ستون تاون، رانا هذه هي الدار اللي رانا بيتين فيها اللي وريتها لكم البارح، ورانا في الوسط المدينه تاع زنزيبار في وسط ستون تاون. اليوم رانا رايحين ندوكم في جوله، انا رايحين نكتشفوها كاع كيما راهي، تما كملوا الفيديو حتى التالي شوفوها، شوفوا رانا رايحين ندورو كاع في الاسواق الشعبيه تاعها، راحو نشوفو البحر اللي هنايا جاي في ستون تاون. خاوة هنايا في تنزانيا عندهم تضخم بزاف، تما 100 اورو جابت لي هنايا 230 الف شيلينغ، عندهم شيلينغ تاع تنزانيا 100 اورو جابت لي 230 الف. خاوة كيما راكم تشوفو شرينا واحدة كوكونات، البري تاعها قالنا 2000 شيلينغ تاعهم، تما ابوبري مامبا 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 1 اورو، واحد 0.9 تما 18000 هكاك دير. ايا حنا نيغوسينا معاه، دينا ثلاثة قلنا له نقصنا، تما حسب لنا في ثلاثة 5000 جي 6000. خاوة دوكا رانا في بلاصة يسموها اولد فورت، هذه البلاصة متكونة من تروا بارتي، البلاصة اللي رانا فيها دوكا، البارتي اللي رانا فيها دوكا هذه مبنية جديدة، مبنية في عام 1990.
من طرف الاتحاد الاوروبي والحكومه التنزانيه. وهذه اللي راني فيها دوكا هو الجزء الاول اللي تبناه هنايا في اولد فورت، وتبناه من طرف العمانيين اللي جاوا هنايا لجزيره زنزبار مور ما خرجت البرتغال، البرتغاليين مور ما خرجوا تما واش داروا؟ هدموا كاع البلاصه، كاع الصوالح اللي بناوهم البرتغاليين وبالانقاض تاع هذوك الصوالح بناوا هنايا هذا الفورت، هذا الفورت القديم. وهذه كانت في عام 1700 يعني في القرن الثامن عشر في البدايه تاعو بناوا بها هذا الاولد فورت. Zanzibar from that time ruled by Portuguese before Oman Arab. But before Portuguese there's a Persian, a people from Iran. Agalilala Agalilala munkolimbo Agalilala Agalilala munkolimbo Agalilala Agalilala munkolimbo Agalilala Agalilala munkolimbo. خاوة ما بين الصوالح اللي مشهورين هنا في مدينة ستون تاون ولا في زنزبار هما هذو البيبان اللي جايين عندهم ستيل سبيسيال. كاين أربع أنواع تاع بيبان، كاين ربعة. We have an Indian type, typical Indian, typical Arabic. We have a hybrid or hybrid, like combination between two features. And then we have Gujarat. Gujarat. Gujarat is India as well. والحاجة اللي تميز هنا هي ستيل الهندي، هذا بايزون هذا الباب هذا تاع ستيل هندي. الحاجة اللي تميزه هذه العفسة الحديدة اللي خارجة اللي كانوا يديروها في الهند باش يحموا الديور، يحموا الديور، يحموهم من لي زيليفون كي يكون زعما يكونوا جيعانين ولا يحوسوا على الماكلة ولا باش يحموا الديور ما يخلوش الفيلة يدخلوا. And when you see also the big size of door, it shows us this house belonged by the rich man. وكي تكون كاين هذا السامبول لهنايا معناها الدار هذه تاع عائله ملكيه، راكم فاهمين تاع عائله ملكيه. وهنايا في زنزبار على حساب واش قال لي لقيت كاين ثلاثه ديور اللي فيهم هذا السامبول. خاوة هذه الباب اللي رانا قدامها دوكا هي هايبريد، يعني جايه ميكست ما بين الهندي والعربي. بايزون شوفوا هذه اللي قلت لكم عليها تاع الهنوده، وهذا اللي هنايا الفوق هو الستيل تاع العرب كيما راكم تشوفوا الغاد مش عارف سكويت بيري مكتوبه بالعربيه، تاريخ بالعربيه وثاني كتبه بالعربيه، هذا من فضل ربي. وهذا الباب اللي راهو لهنايا جاي عربي بحت، يعني ماشي ميكس ماشي هايبريد كيما اللي شفناها الساعه. كيما راكم تشوفوا ما فيهش هذوك الخارجين، هذوك الفيس خارجين جايين ديريكت. خاوة دوك رانا ندورو في السونتر تاع ستون تاون، رانا ندورو فيها ورانا نكتشفوا في البلاصه هنايا. رانا مع جيد، الجيد هذا راح يدير لنا تور هنايا في ثلاثه استقامات لنا 30 دولار، تسمى 10 دولار لواحد، يتسمى حوالي 200,000 يدور بيك يحكي لك كامل ليستوار خير من اللي تروح وحدك. الحاجه اللي لازم تعرفوها هي انه هنايا في زنزبار 98% من السكان تاعها مسلمين، تسمى ما تقلقوش على الماكله اسكو حلال ولا ماشي حلال، كاع الماكله حلال لهنايا. والحاجه الدوزيام هي انه هنايا ستيل اللي هنايا ستيل الغالب كامل هو ستيل العربي، باسكو هنايا كما قلت لكم العمانيين كانوا هنايا في زنزبار، تم ستيل الغالب في الديور في الـ في الـ في الكولتور وكامل هو ستيل العربي. يدي حوالي 60% من هنايا ستيل تاع زنزبار، ومن بعد تجي 40% الاخرى اللي هي ميكس ما بين الهنوده وما بين الانجليز. بون خاوة دوكا رانا ندورو في المارشي تاعهم، دورنا دوكا كيما شتو كنا في الفيش ماركت، دوكا رانا في سبايس ماركت. سيبو هنايا كاع الانواع تاع العقاقير تاع الماكلة وكاع سيبوهم هنايا كاع، هاي وين شوية فاكهة لهنا. خاوتي كي تدورو هنايا كشو راكم تدورو في مدينة جديدة تاع وهران، كيف كيف ما كان حتى ديفيرونس خاوتي. أغاليلالا أغاليلالا مونكولينبو أغاليلالا Agalilala munkolimbo Agalilala Agalilala munkolimbo. اي فوالا الخاوه كيما شفتوا رانا كملنا دورنا في السونتر فيل، دورنا في ستون تاون، اكتشفناها مع بعض، شفنا الكوتي التاريخي تاعها. دوكا رانا في بلاصه قريبه لفروداني بارك، هذيك تسيبوها الغاد مع الليل يحطوا طوابل باش الناس ياكلوا كامل والناس يريحوا كاع مع حشيات. مع الليل نعاودوا نقولوا لهم ماشي مع الليل، مع حشيات ويا المغرب باش نشوفوا الغروب ثاني لهنايا. وشوفوا البلاصه هنايا شحال شابه، شوفوا المنظر منا راكم هنا مش عارف شو هذاك، واقيلا ريستورون ولا مانيش عارف. خاوة دوكا الحق وقت الفطور كنا ندورو ريستورون اللي صبنا قدامنا الاول، كنا عندو نفطرو نوريكم دوكا الاسعار تاع الماكلة في هذا الريستورون. صافي قرب تشوف واحد اللي هنا نقولو باغ اكزومبل كاين هذا البلا
فيها الحوت الروز وفيها هذه لاصوص تاع الروز هذا كاع 5000 شيلينغ اللي هو بدرهمنا حوالي 50000 هذا ثاني نفس السعر. وهذا اللي هنايا درنا لاصوص تاع ماكولات بحريه هو جاي شويه غالي 6000 شيلينغ اللي هو ثاني تقدر تقول 60000 65000. وسينا راح نسيو ثاني هذا لاسوب تاع الاخطبوط هذه دونك نسيها ونمد لكم رايي فيها. هاو رايح يذوق اوكي نحن نذوق بصح جاميك اللي دير الصوالح اصبر جيتني هاوينا شوف كيفاش داير اخطبوط ديريكت شوف كيما تشوفوا. بسم الله يا ربي بسم الله. بنين والله هذا بنين والله بنينه خاوتي. خاوة كيما شفتوا الصباح برما ضربنا دورة في كامل ستون تاون وزرناها وشفنا الجانب السياحي والتاريخي تاعها. دوكا دخلنا للدار تقيلنا شوية ومن بعد كنا دوكا خرجنا رانا ندورو رانا رايحين لفوروداني بارك اللي فيه دوكا نشوفو واش فيه. ودوكا رانا فايتين شغل على البارتي لوكس اللي في زنزيبار اللي فيها ليزونسيال الشابين وكامل كيما راكم تشوفو الدعوة شابة ماشي كيما الصباح ماشي كيما الصباح شغل كانت شوية هامج وبزاف حوانت وقعيتينا بصح هنا بون كاين شوية هامج شوفو الناس الدراري اللي غادرهم يلعبو. ايوا هذه هي خالتي رانا ندورو راني نشارك معكم في اللحظات هذوك شغل لحظة بلحظة هكذا باش تعيشوها معايا باش تعرفوا كاع واش كاين لهنايا. ساهم الخوا دوكا رانا في فوروداني بارك اللي قلت لكم عليها الصباح. بون الصباح كان فارغ كاع ما كان حتى واحد لهنا دوكا راهم عمال تطلب شوفوا الغاشي اللي راهم شوفوا شحال كاين من بنادم لهنايا الناس راهم بارتو الناس اللي جاو يتعشاو الناس اللي جاو يدورو كاين الناس اللي توريست وكاين اللي جاو يشوفوا هنايا واحد الناس راهم يصوتوا هنايا يصوتوا منا للبحر. Jumping. Yeah. Hakuna matata. Babi anachukua. Hii. Kajoshawa. Mtu huyo anachukua. Okay. شو الغاشي اللي راهم هنايا؟ كاع راهم يتفرجوا. كاين الغاش الغاد الغاشي راهو كثر دوك نروح نصور لكم الغاد كيفاش راهو الغاشي. شوفوا هنايا كيفاش المنظر شحال جاي شباب مع شويه غيام راهي الغاد مع البابورات هذو اللي راهم لهنايا الفلوكات هذو. فوالا الخبا دوك راني في الشاطئ اللي قلت لكم الساعه اللي فيه بزاف الناس بزاف الناس جاوا يشوفوا الغروب بزاف الناس جاوا يستمتعوا بالليزاكتيفيتي اللي راهم يديروهم لهنايا. كاين اللي يلعب فوتبول كاين راهو يبلونجي كاين اللي راهو يدير اكروباتي كل واحد شاو يدير. ايوا حنا رانا معاهم حنا رانا نستمتعوا تسيب كاع الجنسيات اللي هنايا كل واحد واش راهو يدير كاين اللي راهو يمشي اللي راهو قاعد. وهذه هي خاوة انا راح نسيو الجو تاع القصب السكري عبد العظيم راح يسييه. يا عمري يا عمري شوف شوف كيف جاك خويا دار دير رياكشن صاحبي دير رياكشن بنين 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 زيدوا ندي واحد نورمالمون اليوم هنايا نحبس الفلوغ باسكو هدرت بزاف وريت لكم كاع واش كاين هنايا في ستون تاون وريت لكم واش كاين دونك الفلوغ تاع اليوم هنايا يخلص. نتلاقاو المره الجايه في فلوغ جديد ان شاء الله وين نوري لكم بلاصه واحده اخرى ونوري لكم حاجه واحده اخرى. قبل ما نكملوا الفيديو حبيت نقول لكم ما تنساوش ديروا لنا جيم لتحت باش يطلع الفيديو يوصل الناس جدد وديروا لنا ابوني الى كنت جديد في فلاشان. وهذا ما كان استناو لي فيديو الجايين راني حنجيب لكم بليس دي ديتاي راح نزيد نوري لكم بزاف بلايص بزاف صوالح. وهذه هي ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. تهلاو في رواحكم دمتم في رعايه الله وحفظه.